رجعنا لحضراتكم مرة تانية، عملنا العجينة الجميلة بتاعتنا اللي عليها شوكولاتة، أو لو يعني مثلا أوريكم عايز أحط عليها كريز هتاخد كريز، عايز أحط عليها سكر ما عنديش أي مشكلة، أهو هروح جاي حاطط عليها سكر كده هوت من غير شوكولاتة من غير أي حاجة مثلا. يعني ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم إحنا اللي هناكل، وادي الحاجة اللي إحنا عايزينها ناعمة وبسيطة اهي اهي موجودة، مفيش أي مشكلة عندنا. ادي لقمة البرجر، هنفتح لقمة البرجر في راحتنا اهي اهي، ونشوفها من جوه خمرانة وزي الفل. نحط فيها البرجر بتاعنا، كان في حتة عجينة فاضلة جبتها رحت لففها، كان عندي بطاطستين نايين ولا حاجة رحت جاي حطيتهم جواها لفتها. ايه رأيكم؟ ادي البطاطس وادي اللقمة من نفس العجينة. يعني في تشكيلات كتيرة والمعجنات كتيرة، احنا بنحاول نوصل لكم ان احنا ممكن في البيت بنعمل الحاجة بتاعتنا من غير لون ومن غير حاجة. ده لونها اللي اتعمل بالزيت اللي احنا حطيناه في العجينة، باننا معرضناهاش للهواء. اللقمة طالما عرقانة او بمعنى اصح بتوفر لها درجة الحرارة اللي تخليها تنشط في الخمور، ما تتعرضش لأي طيار سواء تكييف أو مروحة، هتحتفظ باللون بتاعها اللي هو السكر والزيت اللي جوه العجينة، هما اللي هيدوني اللون الجميل دوت على الفرن العادي اللي في البيت. أعتقد إن احنا كده نكون وصلنا لحضراتكم حاجة. طبعا ده الرغيف اللي قلنا عليه اللي هو شبه العيش الشمسي، يعني بنغير في الأشكال وبالهنا والشفاء. وأرجو أن تكونوا اتبسطتوا معنا، وفي حلقة جديدة بإذن الله يكون حاجة أفضل وحاجة جميلة. إلى اللقاء.